انت وكذلك الساده القضاه والساده الزملاء. احنا بدورنا كذلك نشكر السيد الرئيس والسيد النائب العام. نتالي في الايام هذه عندها ايام قصيره يعني تكون 8 شهور يعني مشنا منه غير الخير. كانت التفاهم، كانت المساعده، ونظن بلي نفس الشيء اللي راني نهضر فيه نفس الزملاء ثاني راهم يعني يفتقدوا ناس اللي كانوا يعني عندهم ديك الحس تاع التفاهم والحس تاع يعني كما نقولوا حنايا الانسان يخدم في جو يسوده الموده والمحبه. ونتمناو للزملاء الجدد السيد الرئيس والسيد النائب العام ان شاء الله تكون كما نقولوا بشرى الخير على هذا المجلس وعلى المواطنين تاعه. وشكرا ومرحبا بالجميع. شكرا.